اهلا بكم في حاجه خطيره جدا عليكم، اوعوا تندفعوا نحوها، ما يسمى بتغيير الوجه على وسائل السوشيال ميديا، فلتر سموه بقى بتسموه انتوا الفلتر، ذكاء الاصطناعي، ده نصيبه سودا، تاثيره النفسي خطير جدا. لان البنت بتعمل حاجه معينه فتخلي صورها على السوشيال ميديا تبان بشكل معين. الصورة دي ملهاش علاقة بالواقع. ليه ملهاش علاقة بالواقع؟ لأن الواقع فيه كل الكوارث اللي هي عاملاها، بتدخن، ما بتشربش مية، بتعرض لشمس كتير، في عندها آثار حب شباب ما بتعالجش، شالت ده كله وحاطط بكاله صورة مزيفة. اللي حصل كالآتي: إما إنها هتستخبى في أوضتها في بيتها ما تخرجش للناس، أو لما تخرج تحط مجموعة مساحيق ضخمة جدا بالليل في أماكن ضلمة، يعني تنقي خروجها في حتت مش متشافة فيها بشكل واضح عشان تظل بهذه الصورة، وبالتالي حياتها تبقى زي اللي عايشة في سجن يعني، ولابسة ماسك باستمرار. أو الجانب الآخر، إنها لما تحب تروح لدكتور تجميل عايز تعمل حاجة شبه الفلتر اللي هي عاملاه، شبه الارتفيشال انتليجنت اللي هي اللي جات له، فهي إما حبست نفسها في صورة أو توهمت نفسها في صورة أخرى، رغم أنه ممكن مقاييس التجميلية تبقى مختلفة تماما. فأنا بقول لكم أن ده تأثيره النفسي خطير للغاية جدا طبعا. والجملة المشهورة بتاعت أن أنت لما تشوف واحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتروح تشوفها على الحقيقة بتلاقيها يعني ملهاش علاقة بالصورة الأصلية، ويقعدوا يحطوا نكت على الموضوع ده، ده حقيقة، وتبقى صدمة للست للبنت اصلا، وطبعا للشاب، لانه في شباب كتير برضه بيلجا لكده وبيقعد بقى يضخم عضلات وبتاع، قصه تانية. بس انا عايز اقول لكم انه في عالم التجميل، عالم التجميل ما فيهوش الارتفيشال انتليجنت ده بشكل كبير، عالم التجميل فيه واقعيه، رياليتي، انت ايه، لازم ارجعك لايه، واستخداماته وادواتي ايه. النهارده هنتكلم عن ادوات عالم التجميل مع واحده من نجوم عالم التجميل النهارده والجلد، النهارده الدكتوره الاء عادل رؤوف، اخصائي الامراض الجلديه والجلديه وتجميل الجلد بعيادات نوفولاج العريقه. اهلا بيك دكتوره الاء. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. احنا عندنا ادوات تجميليه، في سكين بوستر، في فيلر، صح كده؟ بالظبط. إيه البنت بتجيلك تقول لك انا عايزه اكون شبه الصوره دي؟ كتير بيجوا لنا بصوره، انا عايزه شكلي يبقى عامل زي الشكل ده يا دكتور. فبنفهم انت عايزه الجلد يبقى شكل كده، ولا عايزه شفايفك تبقى عامله كده، ولا عايزه ايه بالظبط. بتبقى النتيجه ان هم البنات عايزين يخرجوا او يحولوا وشهم زي الفلتر، بحيث ان هي تخرج من غير ما تبقى حاطه ميك اب، او شكلي يبقى زي الفلتر يا دكتوره من غير ما ابقى احط ميك اب، من غير ما ابقى عامله اي حاجه. فساعتها احنا بنبدا نوجه البنات، في عندنا اجراءات كتير في الجلديه ممكن تتعمل. خلاص، على رأس الحاجات دي ان احنا نبدا نهتم بالجلد بتاعنا من سن صغير، عشان ما نلجاش ان احنا لما نكبر نبدا نحط فلترز ويبقى في عيوب في بشرتنا نبقى عايزين نعالجها وهكذا. فلازم نهتم الاول من سن صغير بالبشره بتاعتنا، عشان لما نكبر تبقى البشره بتاعتنا صافيه ان احنا ننزل من غير ميك اب ومن غير فلاتر ومن غير اي حاجه. ايه الفرق بين السكين بوستر والفيلر؟ الحقيقه ده سؤال بيجي لنا كتير جدا، الفرق بين السكين بوسترز والفيلر، وكان في ناس بتختلط الاثنين على بعض، يقول لك السكين بوستر زي الفيلر او الاثنين بيغنوا عن بعض. الحقيقه هما الاثنين هيالورونيك اسيد. الفرق بينهم، الفرق بينهم في طريقه تصنيع الهيالورونيك اسيد، دي الماده الموجوده فيهم في تكوين الفيلر والبوستر. بالظبط. والهيالورونيك اسيد هو اصلا ماده موجوده في جسمنا في تكوين الخلايا. بالظبط. موجوده فينا، فهي مش حاجه تعتبر حاجه خارجيه. فالفرق في التصنيع بتاع الهيالورونيك اسيد بتاع كل واحد فيهم. الهيالورونيك اسيد اللي موجود في الفيلرز اسمها حاجه اسمها كروس لينكد، معناه ان الجزيئات بتاعته مترابطه مع بعض ببوند، عاملاه كانه عامله له 3D نتورك او شبكه ثلاثيه الابعاد، كانه كتله موجوده مترابطه. بالظبط. هي بتدي له شكل ان هو بيبقى جل خلاص، وده بيزود الثبات بتاعه الستابيليتي، وبيزود الفيسكوستي او اللزوجه بتاعته، فده بيخليه ان هو عنده مقاومه ان هو يتكسر جوه الجلد، مش بيتكسر بسهوله، بيقاوم ان هو يتكسر الانزيماتيك ديجريديشن او التكسير زي الجيلي. بالظبط، زي الجيلي، بيبقى جل فيقعد في الجلد فتره اطول. اما السكين بوسترز الهيالورونيك اسيد اللي فيها مش كروس لينكد، اسمه نون كروس لينكد، بمعنى ان الجزيئات مش مترابطه مع بعض، فده بيخلي الهيالورونيك اسيد في صورته الطبيعيه اللي هي بتبقى مور فلويد، يبقى سائل اكتر، واللزوجه بتاعته والستابيليتي بتاعته بتبقى اقل، فبيتكسر اسرع في الجلد. يعني حاجه فيهم الفيلر شبه الجيلي، جيلي اللي انت بتشوفوه مترابط جامد، والسكين بوستر اقرب للسموس او للعصير. بالظبط، حاجه عصير فلويد اكتر. بالظبط. استخدمت كل واحد فيهم
استخدامات كل واحد فيهم بتختلف طبعا حسب الفئه العمريه. يعني لو هنتكلم مثلا في السن اللي هو من اول النص العشرينات لحد الثلاثينات، السن ده يعتبر سن صغير لحقن الفيلر، بس لما بيجوا لنا بيبقوا معظم طلباتهم ان هم عايزين يعملوا الشفايف، عايزين نعمل الليب فيلرز، عايزين نعمل تحديد لمنطقه الجو لاين او الفك مع الدقن، عايزين يعملوا كونتور او يحددوا التشيك بونز بتاعتهم، عظمه الخدود. فدي بتبقى حاجات تجميليه اكتر من ان انا بعمل كوركشن او تصليح لعلامات تقدم العمر. خلاص، ده بيبقى استخدام الفيلر في السن ده. السكين بوستر في السن ده بنستخدمه عشان ايه؟ السكين بوستر هقدر استخدمه في السن ده عشان اعمل ترطيب للبشره، لان الهيالورونيك اسيد هي ماده بتحب الميه، فلما بيتحقن في الجلد، وده اول استخدام للسكين بوستر ان هو بيعمل ترطيب عالي جدا للبشره، فلما بيتحقن في الجلد بيعمل ترطيب. ففي السن ده مش محتاجة احفز كولاجين والاستين في السن ده عشان هي اصلا صغيره، ومش محتاجه استخدم السكين بوستر غير ان انا ببقى محتاجه اعمل لها هايدريشن لبشرتها. هنتكلم على الفئه العمريه اللي اعلى من كده شويه، من اول مثلا الثلاثينات بقى عندنا الاربعينات والخمسينات وطالع. الفئه العمريه دي بنبدا هنا نستخدم الفيلرز عشان اصلح علامات واضحه للتقدم في العمر شويه. ممكن يبدا يحصل لي فوليوم لاس او فقدان في السبورت او الدهون العميقه اللي موجوده في منطقه الخدود. ممكن يبدا يحصل لي ظهور خطوط عميقه زي النيزوليبيال فولد او اللي هي خطوط الابتسامه. ممكن يبدا يحصل لي ظهور جروف تحت العين، او تقريبا حالات صعبه هي كمية. حاله فيها شغل، حاله مصريه اصيله، دي حالات اللي فيها بقى ابداع وسن وهيفي سكين كل حاجه، هيفي فيس فعلا. الحاله دي عملنا، دي كانت فول فيس ابروتش، دي عملنا استخدمنا عملنا بس دي كان السن كان متقدم شويه، دي فئه عمريه اللي هي الاعلى شويه. دي عملنا استخدام في الوش كله، فيلر في الوش كله عشان نبدا نرجع الوش للي كان عليه قبل كده. اوكي، يعني جميل. يعني ده انا بحب الحالات اللي فيها تحدي مش سهله، يعني حاله زي دي فيها فن ومش سهله، وكمان فيها حدود. يعني واضح ان انت ماشي برضو باسلوب ان انا مش اعملش زياده. ما هو دلوقتي احنا في السن ده بنبقى عايزين احنا خلاص ما بقاش دلوقتي ان احنا نغير الشكل ده، ما بقاش ماشي خلاص ولا ترندنج، ولا دي اصلا كان الهدف من الفيلرز. الهدف من الفيلرز والحاجات دي ان احنا نرجع الوش للي كان عليه. احنا بنعمل بنصلح او بجمل الملامح، بس انا مش بحب ولا اغير في الملامح ولا اعمل اوفر فيل. احنا بنرجع شكلها للطبيعي، بحيث ان انت لما هتشوف الصوره الافتر مش هتحس ان هي حقنا في وشها حاجات كتير. لا، وجميل انت جايبه لنا صور مصريه يعني اللي هي الوجوه المصريه. الجلد الوزن زياده، ده بنسميها هيفي فيس. هيفي فيس صعب مش سهل، وطبعا دي اتحقنت على كذا سيشن. في 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 حالات بنبقى ما نقدرش نحقنها كلها مره واحده، بنحقنها على كذا سيشن عشان نوصل للنتيجه المطلوبه. امتى تظهر النتائج؟ الفيلرز من الحاجات اللي بتدي نتيجه واحنا قاعدين في ساعتها اون سبوت، بتدي نتيجه بس جزء من النتيجه. خلاص، النتيجه الفاينل النهائيه بتظهر بعد اسبوعين، عشان اثناء الحقن انا بيحصل لي تورم، بيحصل ورم من الحقن، والفيلر بياخد الشكل النهائي في خلال اسبوعين. فلما الورم يهدى والتورمات دي كلها تنزل، والفيلر ياخد الشكل النهائي في خلال اسبوعين على ما بيشفط ميه من جوه الجلد وياخد شكل ويحصل له انسياب مع الانسجه بتاعتنا، بيبان بعد اسبوعين الفيلرز. اما السكين بوسترز نتيجتها بتبقى ابطا شويه، خلاص بتظهر في الاسابيع الاولانيه بعد الحقن، بس في الاسابيع الاولانيه بعد الحقن. نتيجه كل منهم تستمر قد ايه؟ الفيلر نتيجته بتقعد تتراوح من 6 شهور لحد سنة، حسب النوع الفيلرز المحقونة، نوع الفيلر المحقون، وحسب المنطقة اللي أنا حقنة فيها. الأماكن اللي فيها حركة كتير في الوش زي الشفايف بيقعد فترة أقل، لكن منطقة زي العين اللي ما فيهاش حركة كتير الفيلر ممكن يقعد فيها لحد سنة. السكين بوسترز النتيجة بتقعد طبعا فترة أقل، ممكن بتقعد أسابيع بكتير شهور لو أنا عملت كذا حقنة. طيب وليلي بقى، يعني هنقف عند الوش شوية. أوكي، ايه المتطلبات اللي في الوش؟ ايه الموضه دلوقتي؟ انت قلتي لي الموضه عموما ناتشراليتي، بس نمسك حته حته. يعني أوكي، انا عايزك تشرحي لي حته حته. التشيك عندنا، عندنا الحتتين دول التمبلز، عندنا الدقن والجولة، وعندنا الشفايف عشان البنات. بالظبط، هي الموضه دلوقتي ان احنا نرجع الشكل اللي كان عليه ويبقى شكلي طبيعي. دي الموضه الناتشرال لوك، ناتشراليتي. حتى الشفايف خلاص ما بقاش ترند انيمور. الشفايف المرفوخه او الراشن ليبس دي كانت ترند وموضه زمان قوي، البنات كلها بتيجي يا دكتور انا عايزه ارفوخ شفايفي. مش لاحيه لي عليكي، هم الروسيين شفايفهم كده، مش كل الناس هيليق عليها شفايف الناس الروسيه. هم مفيش روسيين شفايفهم اوفر كده بالظبط، هم بتبقى لايقه على ملامحهم اصلا. هو على فكره برضو ما يبصوش ليه، اصل في نوع من البنات
عندهم حاله مرضيه نفسيه اللي هي بيسموها ما اعرفش بقى، مش البادي ديسمورفيك سيندروم، الاكسجريتد، يعني اللي هو انا بعمل كل حاجه جباره. فدول دول عندهم مشاكل نفسيه، سواء لايق او مش لايق عليا. دول مجانين بالبلدي. وده يعني بيبقى دوري انا كدكتوره ان انا افهمها ان مش كل حاجه احنا بنشوفها هتليق عليكي، يعني ما ينفعش تجيلي بصوره شفايف حد تقولي انا عايزه احقنها، ما ينفعش، مش هتليق عليكي. وفي بنات بتعمل، وفي وش انا مسميه وش الالينز اللي هو وش الكائنات الفضائيه. يعني تلاقي البنت عامله وشها محدداه هنا اهو، عامله زياده. ده يعني مش بيبقى طبيعي، ده مش طبيعي، ده مش طبيعي. ما فيش حد في الدنيا عنده الفك عامل كده. بنسميها الويتش، الويتش تنسبها ساحره شريره. ده انا ساحره مين؟ ده ما فيش ساحره، ده لا إليان. ده كائن فضائي حضرتك. ما دي بتبقى المفروض الدكتور ده من احنا برضو في الاول، احنا دكاتره، احنا مش التجميل ده برضو جزء من الطب، فاحنا لازم نفهم اللي بيحصل ده، ده مش صح، تغيير الشكل ده مش صح. فالفكره في حقن الفيلرز، عشان هو الفيلرز اخد سمعه سيئه فتره اخيره بسبب تغيير الشكل اللي هو دلوقتي الموضه دلوقتي الناتشرال لوك، ان انت تحقني وبيبانش ان انت حقن حاجه في وشك. بصوا يا جماعه ما تمشوش، يعني يعني في ناس في 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 في, في دول عربيه يعني مثلا معينه بتلاقيه هو عنده عنده شكل كده عايز يعمله، دي قليل اللي بيطوعه، وغالبا مش دكاتره اللي بيعملوا له الاجراءات دي بالزبط. او اللي بيعملوا العيال الاجراءات دي بالظبط. احنا قلنا النتائج بتستمر، لكن احنا لسه في الاشكال الشيك الوجنتين، ايه الموضه فيهم؟ هو الموضه دلوقتي او الموضه اللي هو الشكل الانوثي اللي هو بيبقى واخد اللي هو المثلث المقلوب. ان انا تبقى منطقه الخدود دي تبقى كونتورد او تبقى متحدده وتبقى مرفوعه شويه، ويبقى الجو لاين او الفك يبقى متحدد خلاص. هنا البيشنت دي احنا عملنا لها تحديد في الفك بس وفي الخدود، ما عملتش وشها كله. حلو قوي، تحديد فك وتحديد في الخدود، دي مش مصريه كمان. فتحديد الفك وما عملناش حتى الدقن كمان، عملنا تحديد، لا عملنا سوري عملنا الدقن ما عملناش فك، يعني احنا هنا عملنا الدقن وعملنا الخدود. بس هي محتاجه شفايف كمان، كنت هي ما كانتش عايزه تحت شفايفها. هي الاجانب بقى. في اجانب كتير بتبقى يعني هي شفايفه فعلا الفك كانت رفيعه، بس هي حابه شكلها كده كويس. حلو قوي بالظبط كده. نيجي للفك بقى، الفك انت عارفه في بنات بتعمل فك غريب كده، الفك واحنا بنحقنه بيبقى في فرق بين حقن فك للراجل وفك للست. فك الراجل لازم بنعرض الحته دي، بيبقى ليه تكنيك في الحق. ففي بنات انا لو عرضت لها المنطقه دي هيبقى شكلها مش شكل انوثي خالص. احنا هنا عملنا، احنا هنا رفعنا الوش وعملنا عشان عملنا تحديد للفك عشان نفرق منطقه الخدود عن الرقبه، وعشان نعالج كمان مشكله الدبل تشين او اللي هي الدقن المزدوجه. الحاله دي هنا عملنا الفك وعملنا الدقن، بس بقت احلى. يعني هنا مناسب لوشها، هي بالزبط. وشها حقق الجمجمه او تكوين الجمجمه كبير، فسمح لها سمح لها بالحكايه دي. بالزبط. نيجي احنا في ساعات ابتسامه لثويه، ابتسامه لثويه. ابتسامه لثويه دي ليها عندنا حلين، ممكن يتعمل بالبوتوكس وممكن يتعمل بالفيلرز. الابتسامه اللثويه فكرتها ان لما بنضحك العضله بتاعت البق بتبقى قويه، فبتعمل رولينج او بتشد الشفه لجوه اللي فوق على لجوه. فالحل ان احنا بنحقن بوتوكس في اماكن معينه عشان نريح العضله شويه، وساعات بنضطر كمان نعمل فيلر لان البوتوكس مش بيدي النتيجه اللي انا محتاجاها. فساعات ممكن نعمل الفيلر للشفايف يخلي يدي فوليوم بسيط للشفه، لان معظم الشفايف دي بتبقى رفيعه، فبنديها فوليوم بسيط يحسن المظهر شويه. طيب ايه الاضرار، ايه السايد افكت اللي ممكن تحصل؟ السايد افكتس بتاعت الفيلرز والسكين بوسترز، الاثار الجانبيه كاجراء للحقن زي اي بروسيجر طبيه او اجراء حقن، ممكن في حاجات بتحصل ساعه الحقن من زي ما قلنا تورم، او بيحصل زرقان، او بيحصل احمرار مكان الحقن، وده برده بنبقى مفهمين البيشنت قبل ما تحقن كل حاجه وقاري كل الكلام ده في الاقرار. الفيلر برده من الحاجات اللي ليه اضرار، ودي الاضرار اللي احنا حقيقي كدكاتره بنخاف منها، وفي نفس الوقت بنوعي البيشنتس منها. انت لازم تحقني عند دكتور يكون دكتور ويكون اكسبرت ويكون متدرب كويس في حقن الفيلر، ويكون عنده درايه كافيه بالتشريح بتاع الوش باماكن الاوعيه الدمويه، باماكن العضلات، الاوتار، وبيحقن ازاي، وبيقدر يعالج الاعراض الجانبيه ولا لا. من الاعراض الجانبيه اللي بتحصل هو ان ممكن يحصل انسداد في الاوعيه الدمويه لو الفيلر اتحقن جوه الاوعيه الدمويه، او اتحقن من بره فضغط على الاوعيه الدمويه فقفلها، ساعتها بيمنع الدم ان يوصل لمنطقه معينه في الجلد، فده بيعمل لي بيموت المنطقه دي في الجلد، بيعمل حاجه اسمها نيكروز، المنطقه دي تبدا تموت مع الوقت لو ما اتلحقتش، فبيبقى الاضرار بتاعتها مش الطف حاجه خالص. يعني اذا يعني لازم برضو يكون الناس حذره في الاثار، انها تاخد الحاجات دي عند دكتور بالظبط.
ما يكونش اي حد بيحقنها، مش اي حد طبعا. في ناس كتير بتحقن فيلر مش دكاتره، فاحنا لازم نتاكد ان احنا بنحقن عند دكاتره ويكونوا بيعرفوا درايه كافيه بالموضوع. من الاعراض الجانبيه الثانيه اللي ممكن تحصل، في حاجه اسمها اللمس او الكلاكيع، بتحصل بعد ما نحقن الفيلر بعديها فتره بيرجعوا لنا في عامل كلكيعه في مكان، ده بيرجع ممكن لاختيار نوع مش مناسب للمنطقه اللي حقنتها من الفيلر. كل منطقه في الوش وليها نوع معين من الفيلر او تكنيك خاطئ في الحقن. بس الخبر الكويس للناس ان احنا عندنا انزيم موجود اسمه الهياليز، والانزيم ده اللي ممكن نعمل بيه ذوبان للفيلر اللي انا حقنته، فاحنا ممكن في اي وقت بنذوب المنطقه اللي احنا حقناها. ازاي بقى نطول عمر الاجراء؟ نطول عمر الاجراء، هو الاهم حاجه ان انا ما اعتمدش على الفيلرز بس او السكين بوسترز بس اللي حقن النضاره بس عشان اعمل ريجوفينيشن للبشره. احنا المفروض نعمل كومباينيشن او ندمج الاثنين مع بعض، عشان السكين بوسترز او حقن النضاره من الحاجات اللي بتطول عمر الفيلر. كمان لازم نعمل معاها كمان في جلسات اللي بتحفز الكولاجين والالاستين، زي مثلا المايكرو نيدلينج او جلسات الفراكشنال ليزر. ومهم جدا طبعا ان انا احافظ على وشي، اشرب ماي كويس، ان انا استخدم السكين روتين بتاعي في البيت، اهم حاجه واقي الشمس، واكون بستخدم سيرمز موضعيه من اللي يكون فيها لونيك اسيد، يكون فيها ريتينول، واهم من كل ده ان انا ابعد عن الستريس، ابعد عن التدخين. الحاجات دي كلها بتاثر من عمر البروسيجرز اللي احنا بنعملها. عندي بقى بدلتين، بدله زرقاء وبدله حمراء. اوكي اوكي ماشي. البدله الزرقاء مجرم والبدله الحمراء مجرم اكثر عنفا يعني. مين اللي يلبس بدله زرقاء ومين يلبس بدله حمراء في عالم الفيلر؟ اللي يلبس بدله زرقاء في عالم الفيلر هو الدكتور اللي مش متمرن على حقن الفيلر ودخل يحقن فيلر للبيشنت. هو حد يعمل كده؟ كتير، في كتير يا خبر اسود. في كتير. اوكي البدله الحمراء بقى هنخليها للناس اللي هم مش دكاتره اصلا وبيحقنوا. لا ده دم من غير بدله حمراء، هم يروحوا كده سلبوته يتهنوا. بالظبط بالظبط كده. والله العظيم يعني اصل يعني مش دكتور وبيحقن ومش دكتور وبيتعامل مع وش مريض او وش ده وش يا عم، انت مش دكتور خلاص يعني، اشتغل شغلانتك ايا كان هي ايه يعني. انت نورتي واسعدتينا. ميرسي ميرسي يا دكتور. ضيفتي العزيزه واحده من نجوم عالم الجلد والتجميل دكتوره الاء عادل رؤوف، اخصائي الجلديه والتجميل بعيادات نوفولاج، نورتينا في الناس الحلوه. ميرسي دكتور ايمن. خلي بالكم من نفسيكم وخلي بالكم دايما من وشكم، وخليكم مع الناس الحلوه.